أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. آمين. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. آمين. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه، هدى للمتقين، الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. صدق الله مولانا العظيم، وبلغ رسوله الكريم. ونحن على ما قال ربنا وخالقنا ورازقنا ومولانا من الشاهدين. اللهم ربنا تقبل منا ختم القرآن، وتجاوز عنا ما كان في تلاوته من السهو والنسيان، أو تحريف كلمة أو عن موضعها، أو تغيير حرف أو تقديم أو تأخير أو زيادة أو نقصان، أو تأويل على غير ما أنزلته، أو ريب أو شك أو تعجيل عند تلاوته، أو كسل أو سرعة أو زيغ اللسان، أو وقوف بغير وقف، أو إدغام بغير مدغم، أو إظهار بغير بيان، أو مد أو تشديد، أو همزة أو جزم أو عراب بغير مكان، فاكتبه منا على التمام والكمال والمهذب من كل الإلحان. فاغفر لنا يا ربنا يا سيدنا، لا تؤاخذنا يا مولانا، وارزقنا فضل من قرأه مؤديا حقه مع الأعضاء والقلب واللسان، وهب لنا به الخير والسعادة والبشارة والأمان، ولا تختم لنا بالشر والشقاوة والضلالة والطغيان، ونبهنا قبل المنايا عن نوم الغفلة والكسلان. آمنا من عذاب القبر، ومن سؤال منكر ونكير، ومن أكل الديدان، وبيض وجوهنا يوم البعث، وأعتق رقابنا من النيران، ويمن كتابنا، ويسر حسابنا، وثقل ميزاننا بالحسنات، وثبت أقدامنا على الصراط، وأسكننا في وسط الجنان، وارزقنا جوار سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، وأكرمنا بلقائك يا ديان، استجب دعاءنا بحق التوراة والإنجيل والزبور والفرقان، أعطنا جميع ما سألناك به في السر والإعلان، وزرنا من فضلك الواسع بجودك وكرمك يا رحيم يا رحمن.
اللهم صل على سيدنا محمد صاحب الشريعة والبرهان برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم، وبارك لنا بالآيات والذكر الحكيم، وتقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم زيننا بزينة القرآن، وأكرمنا بكرامة القرآن، وألبسنا بخلعة القرآن، وعافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة بحرمة القرآن، وأدخلنا الجنة مع القرآن، وارحم جميع أمة سيدنا محمد بحق القرآن. اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا، وفي القبر مؤنسا، وفي القيامة شفيعا، وعلى الصراط نورا، وإلى الجنة رفيقا، وبيننا وبين الناس سترا وحجابا، وبيننا وبين النار سترا وحجابا، وإلى الخيرات كلها دليلا وإماما بفضلك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم انفعنا بهداية القرآن، اللهم اهدنا بهداية القرآن، وعافنا بعناية القرآن، ونجنا من النيران بكرامة القرآن، وأدخلنا الجنة بشفاعة القرآن، وارفع درجاتنا بفضيلة القرآن، وكفر عنا سيئاتنا بتلاوة القرآن يا ذا الفضل والإحسان. اللهم ارزقنا بكل حرف من القرآن حلاوة، وبكل كلمة كرامة، وبكل آية سعادة، وبكل سورة سلامة، وبكل جزء جزاء. اللهم ارزقنا بالألف ألفة، وبالباء بركة، وبالتاء توبة، وبالثاء ثوابا، وبالجيم جمالا، وبالحاء حكمة، وبالخاء خلانا، وبالدال دنوا، وبالذال ذكاء، وبالراء رحمة، وبالزاي زلفة، وبالسين سناء، وبالشين شفاء، وبالصاد صدقا، وبالضاد ضياء، وبالطاء طهارة، وبالظاء ظفرا، وبالعين علما، وبالغين غناء، وبالفاء فلاحا، وبالقاف قربة، وبالكاف كفاية، وباللام لطفا، وبالميم موعظة، وبالنون نورا، وبالواو وصلة، وبالهاء هداية، وبلام الألف لقاء، وبالياء يسرا. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين أجمعين. اللهم بلغ ثواب ما قرأناه ونور ما تلوناه إلى روح سيدنا محمد عليه السلام، وإلى أرواح أصحابه رضي الله عنهم أجمعين، وإلى أرواح جميع الأنبياء والأولياء والمرسلين، وإلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأصدقائنا وأساتذتنا ومشائخنا خاصة، وإلى أرواح جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات أجمعين عامة، وإلى جميع أصحاب الخيرات من المؤمنين والمؤمنات. اللهم انصر من نصر الدين، واخذل من خذل المسلمين، آمين يا رب العالمين. اللهم انصر من نصر الدين، واخذل من خذل المسلمين، آمين يا رب العالمين. اللهم انصر من نصر الدين، واخذل من خذل المسلمين، آمين يا رب العالمين. اللهم ول أمورنا خيارنا، ولا تول أمورنا شرارنا. اللهم ول أمورنا خيارنا، ولا تول أمورنا شرارنا.
اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، اللهم لا تهلكنا بخطايانا يا رب العالمين، اللهم آمن المسلمين في أوطاننا، اللهم آمن المسلمين في معاملهم، اللهم آمن المسلمين في مساجدهم، اللهم آمن المسلمين في معابدهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا من يرى دبيب النملة السوداء على صخرة سوداء في ظلمة الليل، ترى ما في صدورنا من الحوائج في هذا المجلس وفي هذه الساعة لعلها ساعة الإجابة، فاقضها بعزتك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله عليك يا نبي الله، صلى الله عليك يا رسول الله، صلى الله عليك يا حبيب الله. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات، وترفعنا بها عندك وعند الناس أعلى الدرجات. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تفتح لنا أبواب الخيرات والبركات، وتغلق عنا أبواب الشر والفتن برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على من ختمت به الرسالة وأيدته بالنثر والكوثر والشفاعة، صل سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين.